السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نادية كامل. لو النهاردة ان شاء الله هنعمل سوا، هنقص، يعني كنا عملنا قبل كده باترون الاساسي بتاع اي حاجة بقى كنا قصينه، النهاردة بقى هنطبقه، هنعمل منه كم الفستان السواري اللي احنا برضو قصيناه مع بعض. ده كده الباترون اللي احنا كنا راسمينه مع بعض. المرة دي بقى ايه؟ هنزود في القماش، لان احنا هنعمل ايه؟ هنعمله من فوق بكشكشه من عند الكتف من هنا، وكمان هنعمله من هنا من تحت واسع باسوره. عندي القماشه اهي، القماشه بتاعتي على اتنين اهم واتنين تحت، يعني القماشه ايه، الاول تنتها على اتنين وبعد كده تنتها على اتنين تاني، بقيت على اربعه. من هنا لازم تكون مقفوله طبعا، علشان احنا كده ايه، كل كم من هنا هيبقى مقفول. ده كده الباترون الاساسي. انا عملت في ايه بقى عشان اعمل الكشكشه؟ يعني دي كده اهو، كده الكم الاساسي قبل ما اقصه، يعني من بدايه كده ما هنطلع فوق، اللي هي الحته اللي جايه بدايره دي اسمها راس الكم. من بدايه ما، يعني هي تقريبا كده قبل النص، انتوا لو قستوا المسافه من هنا لهنا، يعني دي قبل نصها بحوالي سنتي. انا قستها لقيتها 26 سنتي، يعني نصها 13، المسافه دي حوالي 12 سنتي. يعني بدايه ما نيجي نطلع كده خلاص، كده نروح عاملين علامة ونبتدي نقص. قصيت خطين بطول الكم كله، خط اهو كده والخط التاني اهو، علشان احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه. اهم حاجة الكم من هنا هنثبته، وبعد كده بقى ايه، هنبعد بقى ايه الكشكشه، كل واحد طبعا حسب وسع الكشكشه اللي هو عايزها. انا بقى من هنا كده مثلا اهو، زودت من هنا كده، من هنا برضو كده اهو، يعني المهم يعني ازود كل واحد حسب الكشكشه اللي هو عايزها، بس اهم حاجه يبقى الكم متثبت معايا. هعمل ايه بقى بالقلم؟ انا هحط الموبايل على الستاند عشان اعرف ايه اظبط بايدي. خلاص انا كده ايه، شبكت الورق بتاعي اهو، اول واحده كده مثبتاه على الناحيه المقفوله، ودي كده اهي ودي كده اهي، بحيث انا ايه هبتدي من هنا كده بالقلم اهو، بسيب حوالي سنتي او سنتي ونص عشان الخياطه، برسمها كده اهي على القماش. واطلع بقى ايه، اجيبها كده بدايره عشان تبقى في حزه دي ودي، عشان كل ده الزياده اللي انا عملتها دي كلها هتبقى كشكشه. وهروح بقى اقص، هقص اللي انا عملته ده، همشي يعني ايه، همشي على الرسمة اللي أنا رسمتها، الرسمة الجديدة اللي أنا رسمتها. خلاص كده اهو قصيت ايه الكم، هاخد بقى من هنا، دول كمين فوق بعض، هاخد من الحرف كده تكه صغيره عشان لما اجي اخيط احط التكايه دي على الخياطه بتاعت الكتف. من هنا بقى كده هاخدها بالمقص برده كده، هسيب صباعين للخياطه 2 سنتي يعني، واخدها لغايه ايه، لغايه كده تحت. خلاص كده الكم بتاعنا اهو قصيناه اهو، بصوا بنمشي كده من اول هنا، يعني بسيب حوالي سنتي ونص كده كده كده، بنجيبها بقى، مش بمشي بقى كده واروح داخله كده وكده، لا بجيبها على اول ناحيه كده واجيبها بدايره على كده، وزي ما قلت لكم باخد تكايه من هنا علشان اعرف اشبكه في الكم مظبوط. ومن هنا اهو عندي ده كده هيبقى وسع الاسوره. طبعا انتوا لو عايزين كشكشه اكتر من كده براحتكم. هفك ده بقى، دول كده بقوا مكمين، هفك بقى الباترون بتاعي
خلاص كده انا قصيت الكمين، ادي كم اهو هركنه والكم التاني. بص انا هوريكم يعني مثلا اهو الكم اهو الاساسي، دي اول حته يعني عشان تطمنوا انه هيبقى ايه لما يتكشكش هيبقى يرجع شبه الاساسي بالظبط. قولي مثلا الحته دي كده هنكشكش حته، طبعا دلوقتي هكشكشه معاكم وهوريكم. اهو هنجيب الحته التانيه نحطها كده اهي، هنكشكش حته تانيه كده من دي، ادي الكم اهو، ادي كده الكم بتاعنا رجع تاني. بس هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب ابره وفتله ونعمل ايه؟ الاول انا طبعا الكم ده هعمله باسوره، الاسوره عندي مقاسها 20 سنتي، هزود 20 سنتي هزود، انا هخليها 22 عشان سنتي في الخياطه من الجنب. يعني نفترض مثلا كده اهي، هجيب الطول ده يبقى 22 مثلا، عشان انا هاخد 20 سنتي بس للاسوره او سنتي من هنا خياطه وسنتي من هنا خياطه. وطبعا الاسوره بتبقى متنيه على كده، انا هخلي انا عايزه العرض بتاعها حوالي 3 سنتي او 4، هزود المهم 2 سنتي في الخياطه من قدام و2 سنتي من ورا. هجيبها دلوقتي واقصها وهوريها لكم. بص حبايبي اهم الكمين، واحد بصوا هنعمل يعني هو كده اهو مقفول، هفتحه من على الظهر حدي صف خياطه كده. فاكرين الحته اللي قلت لكم من اول الدوران اللي بيبتدي اللي هو بيطلع بالبوزه بتاعت الكم اللي هو راس الكم اهو، بندي بقى ايه غرزه واسعه على الظهر علشان ايه، ودي التكه اللي في نص اللي بعملها في الكتف، دي اللي بخيطها في خياطه الكتف اللي هي الكورساج اهي كده اهوت. ده كده الكم، وهدي برضو صف خياطه من الكم من تحت علشان ده برضو هكشكشه، وغرزه واسعه من على الظهر. بصوا اهي لما كشكشتها، بصوا ده كده، ده كده الكم، ده كده هيركب في الكتف من فوق، وده كده ايه الكم بتاعي. طبعا ده انا وريتكم واحد والتاني هعمله زيه، ده كده الكم بقى من تحت. بصوا دي كده الاسورتين اللي انا قلت لكم عليهم، انا مخيطه واحده وسايبه واحده مفتوحه. يعني انا قايله لكم الاسوره بتاعتي 20 وبسيب حوالي سبعه من هنا وسبعه من هنا عشان الخياطه. اهي الاسوره بتبقى كده، دي لو هعمل الاسوره ايه مفتوحه بزرار او بكبسوله بتبقى كده، بخيطها بتبقى كده الاسوره. وطبعا العرض اللي انتوا عايزينه، عرض سبعين عرض ثلاثة، المهم بسيب 2 سنتي الخياطه وبعمل عرض الاسوره اللي انتوا عايزينه. بمسك بقى الحرف بتاع اللي هي الكم كده بكشكشه. انا هعمل الاسوره يعني انا هوريكم بس دي على الكم دي، بس بعد كده هفكها لان انا هعمل الاسوره بتاعت الكم ده مقفوله مش مفتوحه، بس انا هوريكم يعني هي المفتوحه زي المقفوله بس اختلاف حاجه بسيطه. بكشكشها كده، هكشكشها واظبطها. بس انا بكشكشت كده الكم اهو، وبعد كده قفلته، بديله بقى خط خياطه من الجنب من اول حرده الباط اللي هي هنا كده، بسيب حوالي 2 سنتي وهو لغايه هنا كده اهو، بسيب يعني حته كده اهي، دي يعني تعمل لها حوالي 7 8 او 10 سنتي، الخياطه بتبقى لغايه كده بس، وبسيب حته مفتوحه. بمسك بقى ايه القماشه بتنيها تنيتين صغيرين من جوه بعد كده من هنا، وبرده من الناحيه التانيه تنيتين صغيرين من جوه بعد من هنا، القماشه كده هتبقى كنا هتبقى نظيفه معايا كده. خلاص اهي كده اكن انا كده مخيطاها من هنا كده ومخيطاها من هنا ايه كده. هروح بقى ماسكه كده، همسك الوش بتاع الاسوره، هي طبعا هنا وش وهنا وش، فرده من الوش من الوش بتاعت الاسوره بتكون على الظهر، على الظهر من ورا كده، الظهر بتاع الايه قماشة الكم اهي، بروح حطها كده على الحرف من هنا وبديها داير ما يدور كده. انا طبعا دلوقتي هشبكها ايه بالدبابيس، بس انتوا طبعا انتوا الاول هتشبكوها بالدبابيس وبعد كده هتخيطوا، ظبطوا الاول بالدبابيس عشان ايه القماش اما يعني يتظبط معاكم ما تدخوش، وبعد كده بخيط. هتجيبها بقى ايه كلها كده هشبكها بالدبابيس لغايه ما اخلصها كلها داير ما يدور. دي تبقى على قد الكشكشه، يعني اكشكش على قد الاسوره، وبعد كده بقى ايه اروح ماسكاها قلبها كده اهي كده، واروح ماسكه الاتنين سنتي اللي انا قلت لكم هنتنيهم في الخياطه، اروح عاملاهم كده واروح مديه صف خياطه من فوق كده.
هتبقى القشوره بتاعتنا كلها كده ومفتوحه، يعني الاتنين هيتحطوا على بعض كده ويتقفلوا بقى بكبسونه او باسوره، قصدي بكبسونه او بزرار. بص حبايبي ادي كده ايه الكم بتاعنا، ادينا له خط كشكشه زي ما قلنا، ودي الاسوره هي مفتوحه، الظهر هو اللي لتحت والوش لفوق، وهنا الظهر برده لتحت والوش لفوق اهو. هروح بقى ايه مخيطاهم، يعني بصوا الوش هنا في الظهر، هديهم خط خياطه كده لغايه الاخر، هتبقى المنظر ده اهي اهي. بصوا الظهر هو اللي تحت كده والوش ده لفوق، همسك بقى دي كده هتنيها، انا قلت لكم ايه بندي حوالي 2 سنتي في الثانيه اهي، واروح عاملاها كده واروح مديها كده خط خياط. هعمل الاثنين دول وهاجي بقى اوريكم نتقفل ازاي. خلاص كده بعد ما ادينا الاسوره خط خياطه زي ما قلت لكم كده، مسكت الاثنين حطيتهم على بعض كده ومن على الظهر، يعني الوش في الوش من جوه اهو، الوش كده في الوش كده، واديتهم بقى صف خياطه بالطول لغايه ايه لغايه حرده الباط من هنا اهي، قلبناها على الوش، بقيت الكم اهو، الكم اهو بتاعنا. طبعا هنا بقى هنبقى نركبه، هنعمل الكشكشه هنا ونركبه في الفستان والاسوره اهي. بس كده الفيديو بتاعنا كده خلاص، عرفنا كده نعمل مع بعض الكم بكشكشه واسوره من الكم الاساسي اللي هو ايه اساس الباترون. بس ان شاء الله بقى ايه الفيديو الجاي هنكمل بقى ان نعمل الفستان ونركب الكم ده فيه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، ويا ريت بقى حبايبي تعملوا لي لايك للفيديو لو عجبكم وتشتركوا في قناتي، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع الف سلامه.